التأمين البحري والحياة البحرية، يمكن سريعا كده كما جاء في نص الخبر، أنا قلت إنه لما بيحصل ارتفاع كبير في درجات الحرارة فبينخفض منسوب الماء وده بيأثر على البحار، لكن طبعا حضرتك تقدر تدينا صورة أكثر تفصيلا قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الكائنات المهددة وما إلى ذلك. إيه اللي بيحصل يا فندم؟ اللي بيحصل طبعا إن ارتفاع درجة حرارة الأرض بيؤدي إلى أمور يعني غير طبيعية. بمعنى إيه؟ ارتفاع منسوب البحر تحديدا يعني بيؤدي الى تبخر كبير جدا، بيزيد من ملوحه البحر، وبالتالي بنقدر نقول ان ملوحه البحر لها تاثير على الكائنات البحريه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ارتفاع منسوب ارتفاع درجه حراره المحيط بيكون لها ايضا تاثير على تكون المنخفضات التي تؤدي الى تكون الاعصار. من شروط تكون الاعاصير بنلاقي ان الاعصار ارتفاع درجة حرارة المياه إلى 27 درجة مئوية، كمان بيبقى في انخفاض في قيم الضغط الجوي وبتتكون الأعاصير، والأعاصير ظاهرة جوية مؤثرة جدا جدا، بيصاحبها عنف في الرياح، بيصاحبها عنف في كميات الأمطار التي تسقط، بيصاحبها أيضا أمطار رعدية لها تأثير على الكائنات البحرية. أمطار رعدية دي بيبقى فيها شحنات كهربائية، الشحنات الكهربائية عندما تسقط بتؤدي إلى صعق بعض الأمور أو الكائنات اللي موجودة سواء كان على الشاطئ أو في المية. إذن ارتفاع درجة الحرارة مش معناها أن منسوب الماء بيقل، لا لا لا، ده بالعكس، ده بتتكون سحب، والسحب دي بتكون ركامية رعدية وبترتفع لطبقات قريبة من سطح الأرض وبتمتد إلى قمم تصل إلى 20 كيلومتر، وبتبقى السحابة سمكها في حدود 10 كيلو متر، وبالتالي عندما تسقط امطارها امطار غزيره بتسبب فيضانات وترتفع عن الشاطئ، وبالتالي بنصنف الاعاصير الى 6 اصناف، اقواها الاعصار الفتاك اللي سرعته بتتزداد وتصل الى ما بين 400 الى 500 كيلو متر في الساعه، وبالتالي اذا ارتفاع درجه حراره ادي الخطوره بتاعته ليس فقط كموجه حاره ونصاب بامراض الحر، ولكن ايضا تاثيرها على الكائنات البحريه زي ما حضرتك اشرت في التقرير ان بتؤدي الى انقراض بعض الكائنات البحريه خاصه الاسماك اللي هي بتكون قريبه من سطح البحر يعني. ودي اللي هي اغلبنا بيتغذى عليها يا دكتور مش كده؟ اكيد طبعا يعني بالتأكيد. حتى لو بنتكلم عن الامن المائي كمان، فاللي حضرتك ذكرته دلوقتي ده جزء من مخاطر الامن المائي، الامن الغذائي عفوا. بالتاكيد امن الغذائي طبعا، لان انت عارف حضرتك يعني كميات ارتفاع درجه الحراره دي، الطبقة البحر 3 طبقات، الطبقة السطحية والطبقة المتوسطة والطبقة العميقة. الطبقة العميقة لها أسماك تختلف تماما لأن درجة الحرارة بتاعتها بتبقى منخفضة جدا، بتدخل في حدود ناقص 20 درجة مئوية. أما الطبقة السطحية دي فبتتأثر بارتفاع درجة الحرارة وبرودة الطقس بصفة عامة أو سخونة الطقس، وبالتالي هنا إذا أسماك لها درجة حرارة معينة بتعيش عليها، عندما تزداد درجة الحرارة بتصاب بمرض زي الإنسان، زي أي كائن حي لما تزداد درجة الحرارة بتؤثر عليه ببعض الأمراض، ولما تنخفض درجة الحرارة عن القيم الطبيعية برضه بتصاب بعض الأمراض، لأن كل كائن حي له متوسطات وله بيئة يقدر يعيش في هذه البيئة ويتكيف معاها. طيب هو طبعا كل اللي حضرتك شرحته ده يا دكتور في الأساس سببه إنه إيه؟ إنه ارتفاع درجات الحرارة على الأرض بيؤدي إلى ذوبان الثلوج والجبال الثلجية بتدوب فبيعلى منسوب سطح البحر، صح كده؟ بص يا دكتوره منى، ارتفاع درجه الحراره له ابعاد كثيره جدا جدا، انا قلت جزء منها اللي هو بتتكون سحب وتسقط امطار، لان ليه الكلام ده؟ بيبقى طبيعه الهواء السخن خفيف الوزن فبيتصاعد لطبقات الجو العليا، والهواء البارد ثقيل الوزن فعاوز يسقط على سطح الارض، فهنا تيارات هوائيه صاعده ساخنه وتيارات هوائيه بارده بتنزل، التضارب دوت في الكتل الهوائيه بيؤدي الى عنف الظاهره الجويه وتسقط منها الامطار. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندما ترتفع درجه حراره سطح المياه في ظاهره اسمها الالبيدو. الالبيدو دي هي انعكاس درجات الحراره، بمعنى ايه؟ ان لما نكون حضرتك في فصل الشتاء بنلبس الوان لونها غامق، ليه؟ عشان تمتص الاشعه بتاعت الشمس فنشعر بالدفء. طب ولو في الصيف بنلبس الوان ذات الالوان الفاتحه، صحيح، ليه؟ عشان تعكس اشعه الشمس الى الخارج وبالتالي ما نشعرش بالحراره قوي. هكذا اي جسم
اي كائن. فلما نلاقي ان السلوك دي انعكاساتها الالبيدو بتاعها قوي جدا، لكن لما بيسخن بيسيح، فالميه لها قدره والحراره النوعيه بتاعتها بتمتص اشعه كتيره جدا فبتذوب، فبتؤدي الى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمياه. الحقيقه يا دكتور كل ما بنفتكر ان احنا استكفينا من المعلومات اللي بناخدها فيما يتعلق بتغيرات المناخيه بنكتشف ان احنا مخطئين، لانه كل يوم في جديد بنفهمه. المجال ده واسع جدا والمخاطر هائله، بمعنى يعني هائله بالناحيه السلبيه طبعا، يعني كبيره وكثيره وخطيره جدا على كوكب الارض وعلينا جميعا. الدكتور علي قطب استاذ المناخ، كل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا في هذا او في هذه المداخله.